من الإعدادات اللي بتسهل عليا الشغل في برنامج 3D البانوراما. دلوقتي اللي أنا عندي بقيت أحب أعدل، مجرد إن أنا عملت سيلكت على عنصر بيظهر لي قائمة جديدة بيبقى فيها خصائص التعديل بتاعت العنصر دوت، فأنا هقول له أنا عايز أعدل في الجيومتري وأختار منها البانوراما. بلاقي هنا بيقول إن العنصر ده بيتكون من لاين كيرف لاين، تقدر تعدل هنا بحيث ان التعديل هيظهر معاك اوتوماتيك في اللوحه. نقول له مثلا هنا 900، اقول له لا خلي لي الراديوس دوت مثلا 850، فهو هيبدا يعدل زي ما انت شايف. هتلاقي ان في بعض الحاجات مثلا الكوريدور دوت بيجيب لي علامه ان هو لسه ما تعدلش، فبس كليك يمين هلاقي عندي اختيارين، ريبيلد هعيد تكوين دلوقتي، ريبيلد اوتوماتيك هو اوتوماتيك اول ما حاجه تعدل في الطريق في اللوحة يبدأ هو يعمل اوتوماتيك إعادة تشكيل أو إعادة بناء للكوريدورز.